كنت قاعد بالله يا اخي لقيت ست برت من جنب التلات فيها هيك عجبتني الحوطة. قال لي بدي اتعرف عليك. قلت له اهلا وسهلا فيك، في عندنا بيت بتروح لعند اهلي. رحت على البيت انا اهلا وسهلا مرحبا عم. قال لي اهلا وسهلا مور، لانه طالبين القرب منك. اه بده بنتنا يتجوزها طالب القرب. هو اول ما فات بعده فات بالبيت امي سلقته. شو بتشتغل؟ قلت له الرجال متقاعد. متقاعد ضربت على راسها امي، بس لو بتشوف بيي يا حرام. ما بعرف شو السبب، وشوي قلبه ضعيف يا حرام. طلعت انا قلت له يا عمي طول بالك شو اشبك. قال لي شو كيف بدك جوز؟ قلت له يا عمي ما مصاري انا بالتعويض من شركه التامين. بالتعويض من شركه التامين. ايه مبروك مبروك عليك. اذا هيك انا كمان في قصص ما بتتصدق بس بتصير. امن معنا بلكي صار ما صار.